مصطفى مدير مزرعة التجارب وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة. أهلا بك سيدي. شكرا أختي. أهلا. إذن سيد بوحوشين، بالحديث عن البدائل الفلاحية في مجال العلف، اليوم هنالك بدائل شباب يعنى بأن تنتج وأن تكون في الزراعة الفلاحية، ماذا يمكنكم القول حول البدائل في العلف الحيواني وكيف يتم تشجيع مثل هذه التجارب؟ شكرا. تحية موصولة لجميع أخواننا الفلاحين. قبل ما نتكلم على الآلاف والبدائل المقارنة بما كانوا ينتج سابقا، دعيني نلفت انتباه المشاهدين لنقطة جد هامة. نعم. وهي التغيرات المناخية. وهذا مصحوب بشح الأمطار، يعني الأمطار اللي تحكم مباشرة في كمية الآلاف. هذه النقطة يعني لازم ناخذوها بعين الاعتبار، ومن خلال هذا ما تم ذكره خوتنا الفلاحين ولاو يبحثوا على محاصيل اللي تتأقلم مع خاصة مع الجفاف، وعليه وعندها قيمة إضافية، قيمة مضافة عالية، إضافة إلى التغطية اللي قدرت تغطيها، يعني تغطي الاحتياجات تاع المربي. نعم. من خلال هذه النقطة يعني المعهد التقني للزراعة الواسعة قام بتنمية بعض المحاصيل اللي تلبي هذه الحاجيات. نذكر على سبيل المثال غلة الحصر، عندنا محصول التريتيكال وكذلك محصول السلجم. فيما يخص محصول التريتيكال، احنا قمنا بإعادة بعث هذا البرنامج، خاصة أنه كان متواجد في السنوات التسعينات، ولكن بعض الظروف اللي كما يقولوا خارجة عن النطاق خلات هذا البرنامج ما يمشيش، ولكن المعهد قام بإعادة بعث هذا البرنامج. التريتيكال باش نشرحه لخوتنا، يعني المحاصيل الكبرى يعني تعتبر كان بين محاصيل الحبوب، يعني الخاصية تاع هذا التريتيكال انه عنده تأقلم واسع، يعني تأقلم في المناطق الشمالية وخاصة الجنوبية. ومن خلال هذه النقطة الجد هامة، يعني تأقلم واسع، هذا ما خلانا نعمله وننميوه، ومن خلال ما تم ذكره يعني مشينا وقدرنا نعتمدوا ثلاث أصناف جديدة إضافة إلى الصنف اللي كان متواجد من قبل، يعني ورانا نسعى باش نزيدوا نعتمدوا نعملوا باش نقوموا باعتماد أصناف أخرى فيما يخص هذا التريتيكال، خاصة مع المركز الوطني اللي صادق على الشتلات والبذور، وكمعهد يعني نتاعه هو إنتاج البذور خاصة بذور الألف. يعني رانا نسعى من خلال الموسم هذا، يعني موسم 2020-2021، باش نوضعوا برنامج تكثيف بذور فيما يخص هذا التريتيكال. نضيف خوتنا المربين انه التريتيكال بين خاصيات تاعو عنده وحده علفيه جد عاليه، يعني تفوق وحده علف الشعير، لانه وحده العلفيه للشعير هي واحد، فيما يخص التريتيكال 1.6، يعني تقريبا الضعف، يعني عنده قيمه غذائيه عاليه، خاصه يساهم في خصوبه خاصه النعجه، يعني نتكلموا ككلام بسيط. عنده الخصوبة تاع النعجة يضيفها، يرفع من الخصوبة، كذلك فيما يخص إنتاج حليب النعجة راح يرفعها كذلك، خاصة فيما يخص الخرفان الصغيرة، يعني في النمو تاعها راح يساهم من خلال إنتاج الحليب النعجة اللي يكون عنده جودة عالية، راح يخلي أنه الخرفان تنمو بصفة عالية وجيدة. هذا من فيما يخص محصول التريتيكال. عندنا محصول آخر اللي هو اللي وضعته وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كبين النقاط المهمة في وقت الطارق، بسرعة اللي هو إذا أمكن سيدي بسرعة لأنه لم يبقى أكيد. هو يعني محصول السلجم هو محصول زيتي، ولكن البقايا تاعو يسموها لي تورتو دو كولزا، يمكن استغلالها فيما يخص تغذيه الابقار الحلو لانه غنيه بالبروتين. هل هنالك يعني عندكم احصائيات، هل يوجد احصائيات حول عدد هذه البدائل في العلف الحيواني؟ هل لكم احصائيات؟ فيما يخص الكم ولا المساحات؟ من ناحيه النوع. النوع عندنا مثلا في الانواع عندنا تقريبا واحد الخمس الى ست انواع جديده يمكن ننميوها باش يعني تخلف هذه الاعلاف التقليديه. وهل هنالك يعني توسعه بالنسبه لمشاتل هذه الانواع؟ اكيد، يعني المعهد التقني للزراعه الواسعه عنده
مزارع لإنتاج البذور يعني موزعة تقريبا على التراب الوطني، يمكن من خلال هذه المزارع التابعة للمعهد أنه توضع برامج تكثيف بذور، ومن خلال هذه البرامج يمكن توسيعة المساحات، وإن شاء الله نمشي وباش نغطي جميع احتياجات المربين إن شاء الله. إذا السيد بوحوشين مصطفى مدير مزرعة تجارب وإنتاج البذور التابعة للمعهد التقني للزراعات الواسعة، شكرا جزيلا لك.